معنا من جازان مباشرة مراسلنا زاهر المالكي. زاهر، هل أنت معي؟ أهلا وسهلا زميلي حسن. أهلا وسهلا. يعني بداية زاهر، هل عادت حركة الطيران إلى طبيعتها في مطار الملك عبدالله بجازان؟ بالتأكيد زميلي حسن، الحركة في مطار الملك عبدالله بجازان عادت إلى طبيعتها منذ دقائق من استهدافه، وأيضا عادت الحركة الجوية والرحلات من وإلى المطار بشكلها الاعتيادي، والرحلات أيضا المجدولة تسير الآن بشكل طبيعي من وإلى مطار الملك عبدالله بجازان. أيضا الحركة في جازان رغم أنه تم أيضا إفشال محاولة استهداف ثانية من قبل قواتنا الدفاعية الباسلة، حيث أحبطت محاولة استهداف ثانية كانت تستهدف مطار الملك عبدالله بطائرة مسيرة مفخخة، إلا أن أبطالنا في الدفاع الجوي كانوا لها بالمرصاد. الحالة هنا طبيعية، والحركة حقيقة صورة ترصدها من خلفي في الشوارع بشكل طبيعي تسير. هذه المحاولات العبثية التي سماها التحالف وأيضا الفاشلة كل مرة من ميليشيا الحوثي لاستهداف الأعيان المدنية وأيضا المدنيين الآمنين في الأماكن التي دائما يأتون إليها أو يقصدونها كالمطار أو أيضا المنتزهات أو الشواطئ. بالتأكيد ميليشيا الحوثي ظنت بأن قواتنا الدفاعية ستنشغل بالحالة المطرية التي يعني مرت بها منطقة جازان بالأمس، الغزيرة وأيضا الصواعق الرعدية وأيضا الرياح السريعة والشديدة، لكن كان الرد من القوات الجوية والدفاعية بصد هذه المحاولات الفاشلة. نعم، حصل هناك إصابات خفيفة وطفيفة جدا، معظم تلك الإصابات غادرت المستشفى. زميلي حسن، أنا أؤكد لك، أنا تواصلت مع بعض المصابين، هم الآن في منازلهم يتمتعون بصحة تامة، وأيضا غادروا المستشفى بعد تلقيهم الرعاية الصحية اللازمة. طيب زاهر، في أي شوارع أنت تتواجد بجازان، وكيف يعالج مطار الملك عبدالله بجازان كذلك الأضرار المادية التي خلفها هذا الهجوم العدائي؟ أنا أتواجد الآن زميلي حسن، وربما أنت سيد العارفين بالمنطقة، أتواجد خلف دوار عكاظ الشهير، أيضا مطار الملك عبدالله كما ذكرت الحركة فيه عادية جدا، مدرج الطيران يعمل بشكل عادي ومستمر، لم يصاب بأي ضرر. الأضرار كانت في بعض المكاتب الخارجية التي لم تؤثر إصابتها على حركة السير في المطار أو العمل أو العمل داخل المطار. صالة المغادرة، صالة الوصول، مدرج الطيران، أيضا الطائرات في المطار لم تتأثر ولله الحمد بأي أضرار. أيضا الأضرار المادية خفيفة جدا، يعني لا تعدو كونها تهشم في بعض زجاجات المطار. هذه المحاولات الحوثية أهالي جازان ينظرون لها بأنها محاولات فاشلة. التقينا ببعضهم ونحن في طريقنا إلى المطار، الكثير منهم لا يعلم عن هذا الاستهداف، والكثير منهم قال أن هذا الاستهداف نتيجته الفشل كغيره من الاستهدافات. هم يثقون بقدراتنا العسكرية وأيضا بقواتنا التي تقف بالمرصاد لمثل هذه المحاولات، بأنها ستصد مثل هذه المحاولات وسترد على مثل هذه المحاولات وعلى مصادر إطلاق مثل هذه المحاولات والطائرات المفخخة.